أهلا بالميلاد وأهلا بجميع الأصدقاء يلي عم يحضرونا، وأهلا وسهلا بساندري وأهلا وسهلا بأليكس. بونجور، ينعاد عليكم. ميرسي، ميرسي عن عبد كل الجميع. سنة يا رب. يا رب. كيف كانوا الأعياد؟ الحمد لله، كتير حلوين كانوا. شو أجمل شي بالعيد معقولة تعيشوه؟ يعني مثلا أنا بالنسبة لإلي كل عيد بحب أعيش المشاركة مع الآخر، يعني بحب شارك هالعيد مع أشخاص أقل حظا مثل ما بنقول، وبنقدم لهم شيء، بقدم لهم شيء، حتى يمكن أشخاص ما بعرفهم بعض الأحيان. يعني بحب شارك يمكن بشوية، يعني بأشياء كتير بسيطة أقدمها مني للأشخاص، وبكرر وبقول أوقات أشخاص ما بعرفهم. أنت ساندري شو أجمل أنا شيء بحب بتحبي؟ أكثر شيء بفترة العيد هي فترة التحضير للعيد، تحضير قصدي كيف أنا بحضر حالي نفسيا وبحضر حالي دينيا. بعقلي وبروحي، مزبوط كيف بحضر حالي لهيدا العيد، لأنه بحب أنا بهيدي المرحلة إنه وقت يوصل العيد، وقت يوصل الوقت اللي بده يولد فيه يسوع، كون جاهزة، كون ريدي، كون ردي قصدي، مش انه كون بس حضرت الكادويات واللي بدي اجيبهم وهيك، كون ردي قصدي تستقبل يسوع، يعني حتى عن جد انه بدي انا وردي حاضره انه يرجع يولد يسوع فيي. شو يمكن اوقات حس فكر شو بدي اغير بحالي، في شيء مثلا لازم اغيره بحالي، مثل ما انت عم تقول يمكن لا شيء لازم اعمله، يمكن ساعد غيري، يمكن هيك حاضر حالي، صحيح، هيك مرحله ورا مرحله حاضر حالي لاوصل صير جاهزه على العيد. من هيك بنقول لكل اصحابنا انه العيد مش بس هو هدايا او أكيد بس انه بدي اظهر برات البيت او كزير او روح على مطرح. العيد كمان استعداد بقلبي انه استقبل صحيح يسوع بقلبي، استقبله وكون مبسوط وكون محضر حالي لهيدا العيد. مزبوط. أليكس كيف بتحضر حالك لعيد الميلاد؟ أنا كمان بتطلع هيك على شو مرقت فيه مثلا بهيدي السنة، وبشوف شو لازم غير بحالي حتى أتقرب من الله أكتر وأتجدد. وبكون عيد الميلاد، عيد ميلاد يسوع وعيد ميلاد حدا جديد حلو، كمان. ايه، لانه هو تجدد كمان مزبوط، للانسان. واكيد لاصحابنا بقول انه كثير مهم نكون عم نحضر حالنا مع الماما، مع البابا، مع اخواتنا، نكون عم نحب هذه الفتره بهالفتره من العيد، نكون عم نسامح غيرنا، واهم شيء هي المشاركه. واليوم قصتنا اللي بدي اخبركم اياها هي عن اهميه المشاركه، وما نكون عم نحكم على غيرنا او عم نبعد عن غيرنا، بالعكس لازم نحب كل العالم ونحتضنهم، ولازم نتقبل العالم كلهم مثل ما هن. فقصة اليوم هي عن رامي يلي هو بقلب المدرسة، وبالمدرسة كنا بنعرف انه في تحضير لشجرة عيد الميلاد وللمغارة. وبشجرة عيد الميلاد بتعرفوا بدها تتزين صح بعدة أكيد اشياء، وطلبت المعلمة من كل تلميذ انه يجيب معه بول وحدة تتزين شجرة عيد الميلاد وتصير كاملة وتصير حلوة تا يستقبلوا فصل، بالأحرى يستقبلوا عيد الميلاد. تاني نهار بيجوا كل التلاميذ كل واحد معه بول، وأكيد كل بول ملونة بلون لأنه مختلفة. حدا جاب بول لونه أزرق، أحمر، أخضر، أصفر. كانت المعلمة كتير مبسوطة إنه صار في عندها من كل الألوان تتعلقون على شجرة عيد الميلاد. ولكن للأسف في عنا رامي نسي يجيب معه بول بول تيعلقها بشجرة عيد الميلاد. فقعد مطرحه كان كل تلميذ عم بيروح وعم بيعلق البول الملونة على الشجرة. فتعلقت كل البولات، وإذ بيجي دوره لرامي وبقول للمعلمة إنه أنا ما شبت معي بول تعلقها للشجرة. قالت له المعلمة طب شو عندك فكرة تقدمنا إياها يا رامي؟ قال لا أنا بقدر رتل مع كل الأولاد الموجودين بالصف بوتي بابا نويل. كانت فكرة كتير حلوة إنه يرتل رامي مع أصحابه بالصف، ولكن في عنا الشجرة والشجرة بعد ما اكتملت. فرفع التلميذ من التلميذ وقال له لرامي صديقه، قال له رامي كمان شو بتقدر تعمل شيء بس للشجرة، لشجرة عيد الميلاد؟ قال له عندي فكرة كتير حلوة. فقام
خلال فرصة الفرصة اللي عم يرتاحوا فيها الأولاد، قام رامي جاب ورقة ملونة، قام قصة بطريقة طولية، قصة وأكيد ساعدته المعلمة، وصارت شو وقتها فتحها كلها صارت جيرلاند. حلو. فقام رامي حضر الجيرلاند، وقتها إجوا كل أصحابه علقوا الجيرلاند على كل الشجرة، صارت الشجرة بقلبها فيها جيرلاند وفيها بولات حمر، وما نسي رامي إنه يرسم نجمة صفرة ويعلقها على راس الشجرة. تعرفوا هي النجمة لشو بترمز؟ تبعوا الشجرة. تعرفي يا أليكس لشو بترمز؟ النجمة بترمز للنجمة يلي ظهرت بالسما وقت خليق يسوع المسيح تيدلوا الرعاة على المغارة يلي خليق فيها ولد فيها يسوع المسيح. فشجرة عيد الميلاد صارت كاملة، وانبسطوا كل التلاميذ بالصف إنه رامي كان عنده فكرة كتير حلوة إنه يحط جيرلاند للشجرة، وتصوروا كلهم حدا وطلعت صورة بتجنن، وانبسطوا كلهم بعيد الميلاد. يعني طلعت أحلى يمكن من إنه لو جاب بول. صحيح، لو جاب بول ما كانت طلعت أوريجينال ومهضومة مثل ما اخترع رامي فكرة إنه يحط لها جيرلاند من ورق الملون يلي كان عم يلي حضرون بقلب الصف، يلي هو عطى من وقته كمان. صحيح. هو هو بيقدر كان بالفرصة يكون يقعد رامي ويتسلى ويلعب مع أصحابه. صحيح. اقتنع انه لا، هو بده يكون مثل اصحابه ولازم يزين شجرة عيد الميلاد بشيء جديد كمان، وزينه بين نجمة صفراء وبالجيرلاند. حلو. وانتو بالبيت زينتوا شجرة عيد الميلاد؟ اكيد. مع مين؟ انا زينتها انا واختي واكيد اهلي. اها، الكل شارك يعني. اكيد. وأليكس انت كمان؟ انا كمان، كل العائلة بتشارك. كثير حلو المشاركة بتزيين شجرة عيد الميلاد. أكيد. واكيد بنقول لكل اصحابنا انه اكيد هن شاركوا بشجرة عيد الميلاد وبالتزيين. هلا بعض الاحيان الماما يمكن تطلب منا انه نشارك بطريقة بسيطة لانه بتكون محضرة كمان بكون فيها كثير اغراض. بس السنة الجاية كل ما بنكبر كل ما الماما والبابا بخلونا نشارك اكثر واكثر بتزيين شجرة عيد الميلاد. وكثير مهم كمان نكون عم نحضر شجرة عيد الميلاد بالصف مع المعلمة، ويصير في مشاركة بين كل هالتلاميذ. طبعا ان شاء الله تكونوا حبيتوا القصة، وان شاء الله يكونوا كل اصحابنا حبوا القصة. وهلا بننتقل للترتيلة لليوم اللي بدنا نتعلمها. هيدي الترتيلة اللي رح نعملها اليوم هي اسمها عم حضر بقلبي مغارة. مثل ما انا قلت لكم قبل وقتها سألتني انه انا اكثر شيء بحبه بهيدي الفترة هو انا كيف بحضر حالي لهيدا العيد. صحيح. فهيدي الترتيلة بتحكي عن انه عن جد انا بدي احضر حالي وبقلبي بدي احضر مغارة ليسوع، يعني بدي يولد عن جد يسوع بقلبي. رح اقري لكم كلماتها. بتقول هي الترتيلة: عم حضر بقلبي مغارة تستقبلك يا رب، تتكون لدربي منارة وانا سير لك اقرب. يسوع انا خوفي يجي العيد وتكون عني بعيد، بدي شوفك بكل إنسان حتى اللي منه زعلان، مثل ما قلنا قبل عن التسامح. تكون عن جد عم حضر بقلبي مغارة. كمان تاني مقطع بيقول: يسوع ما في يكون سعيد والخطية عم عيد، عطيه لإيماني إرادي تقدر أعيش بسعادة وتكون عم حضر بقلبي مغارة. كتير حلو. حلوين كلماتها. حلو. هلأ رح نرتلها. عم حضر بقلبي مغارة تستقبلك يا رب، تتكون لدربي منارة وأنا سير إلك أقرب. عم حضر بقلبي مغارة تستقبلك يا رب، تتكون لدربي منارة وأنا سير إلك أقرب. يسوع أنا خوفي يجي العيد وتكون عني بعيد، بدي شوفك بكل إنسان حتى اللي من تكون. عم حضر بقلبي مغارة، عم حضر بقلبي مغارة تستقبلك يا رب، تتكون لدربي منارة وأنا سير إلك أقرب. عم حضر بقلبي مغارة تستقبلك يا رب، تتكون لدربي منارة وأنا سير إلك أقرب. يسوع ما في يكون سعيد والخاطي عطي لإيماني إرادي تقدر أعيش بسعادة تكون. عم حضر بقلبي مغارة، عم حضر بقلبي مغارة تستقبلك يا رب، تتكون لدربي
عم حضر بقلبي مغارة تستقبلك يا رب، وتكون لدربي منارة وأنا سير إلك أقرب، وأنا سير إلك أقرب، عم حضر بقلبي مغارة. أوه كتير 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 حلو، مرسي كتير. وكلنا لازم نكون عم نحضر بقلبنا مغارة تنستقبل يسوع بالميلاد. أنا بشكركم وبعيدكم مرة تانية، وبعيد كل أصحابنا وجوي نوال وميري كريسمس للجميع، وأكيد منلتقى بحلقة جديدة. الله معكم.